استقبل صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم في قصر الإبداع معالي حصة بنت عيسى أبو حميد وزيرة تنمية المجتمع والوفد المرافق لها. وطلع سموه خلال اللقاء الذي حضره الشيخ فاهم بسلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية على خطط وزارة تنمية المجتمع الرامية إلى تعزيز تلاحم المجتمع والارتقاء بالعمل الاجتماعي بما يسهم في استقرار المجتمع وتحقيق العيش الكريم للأسرة الإماراتية. وثمن صاحب السمو حاكم الشارقة التوجيهات الكريمة والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للقطاع الاجتماعي والاهتمام بالأسرة الإماراتية، الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه بالإنسان الإماراتي وحرصه على استقرار أسرته وتعزيز تعاضد المجتمع والحفاظ على قيمه ومبادئه.